تعليم بحرف مسرع عطف نسق كخصص بود وثناء من صدق فالعطف مطلقا بواو ثم فا حتى أموا كفيك صدق ووفا وأتبعت لفظا فحسب بل ولا لكن كلم يبدو امرؤ لكن طلا فاعطف بواو سابقا أو لاحقا بالحكم أو مصاحبا موافقا واخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كالصف هذا وابني والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال فاخصص بفاء عطف ما ليس صله على الذي استقر انه الصله بعضا بحتى عطف على كل ولا يكون الا غايه الذي تلا وان به عطف اثر همز التسويه او همزه عن لفظ اي مغنيه وربما اسقطت الهمزه ان كان خاف المعنى بحذفها من وبانقطاع وبمعنى بل وفت ان تكن مما قيدت به خلت خير ابه قسم باو وابهم وشكوى اضراب بها يظن من وربما عقبت الواو اذا لم يجد النطق لنفس المنفذ ومثل او في القصد اما الثانيه بنحو اما لي واما النائيه وولي لكن نفيا او نهيا ولا نداء او امرا او اثباتا تلا وبرك لكن بعد ما قفيها كلما كن في مربع بلتيها وانقل بها للثاني حكم الاول في الخبر المثبت والامر الجلي وان على ضمير رفع متصل عطفت فاصل بالضمير المنفصل او فاصل ما وبلا فصل يرد بالنوم باشيا وضعف واعتقد وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما القذة بالنوم والنبي الصحيح مثبتا والفاء قد تحذف مع ما عطفت والواو الى لسى وهي انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوهم نسلق وحذف متبوع بداه ونستبح وعطفك الفعل على الفعل يصح واعطف على اسم شبه فعل فعلا وعكس نستعمل النسق عطف النسق العطف الرجوع الى الشيء بعد الانصراف عنه والنسق التتابع قال تال بحرف متبع عطف النسق تال خبر والمبتدا عطف النسق عطف النسق هو تال بحرف متبع جاء زيد وعمر عمرو معطوف عطف نسق لانه تال بحرف متبع بخلاف مررت بغض انفر اي اسد فري ليست حرفا متبعا بل حرف مفسر فليس على حد عطف النسق تخصص بود وثناء من صدق مثال ذلك اخصص بود وثناء من صدق الواو عطفت ثناء على ود فالعطف مطلقا في اللفظ وفي المعنى بواو العطف مطلقا بواو نعم بالواو والفاء وثم وأو وحتى عطف مطلقا بواو ثم فاء حتى أم أو كفيك صدق ووفاء وأتبع زوا فحسب حسب يعني فقط لا غير وأتبع فحسب بل ولا لكن مستغرب هذه تتبع باللفظ فقط ما جاء زيد لكن عمرو معطوف بلكن لكن حكمه يخالف الحكم ما قبل لكن فالعطف بمجرد اللفظ أن ما بعدها يوافق إعرابه إعراب ما قبلها لا أنه يوافق في المعنى ولا تقول ما جاء زيد تقول جاء زيد لا عمرو بل تقول ما جاء زيد بل عمرو لا نعم لما سمعت الحكم لا تقول جاء زيد وعمرو متفقان بالحكم جاء هذا وجاء هذا إذا قلت ما جاء زيد لكن عمرو أحدهما جاء الآخر لم يجد أنا أقول واتبع الحصر بل ولا لكن كلم يبدو امرؤ لم يبدو إنسان لكن طلاء ولد ذات الظرف تعطف الواو السابق على اللاحق كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك عطفت اللاحق على السابق عطف واو سابقا أو لا عطفت إلى السابقة كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك عطفت الذين من قبلك على النبي صلى الله عليه وسلم سابق أو لاحق ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم نوح أول الرسل عطفت اللاحق على السابق والمصاحب الموافق فأنجيناه وأصحاب السفينة لم يسبق أيهم منهم الآخر واخصص بها الواو
تختص بعطف ما لا يغني متبوعه لأنه لا يصدر من شيء واحد. تقول اصطف زيد وعمر هنا لا تصلح إلا الفاء، لأن قولك اصطف زيد، زيد لا يغني عن عمر، ها؟ لا تصلح إلا الواو. اشترك خالد وعلي هنا تختص الواو، لا تقول اختص اشترك خالد وعلي. اصبحنا عطف الليلة يغني متبوعك اصطف هذا وذي الفاء. قال الفاء للترتيب باتصال الواو لا تقتضي الترتيب، الفاء تقتضي الترتيب والاتصال. تقول جاء زيد فعمر، جاء عمر قبل بعد زيد لكن جاء بعده مباشرة، فهو هي تدل على الترتيب والتعقيب. وثم للترتيب والتراخي جاء زيد ثم عمر اجتمع في قول الله عز وجل ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء انشره. الإقبال نسأل الله حسن الخاتمة يكون بعد الموت مباشرة. نقول والفاء للترتيب بالاتصال وثم للترتيب بالانفصال. قال هذا واختص بفاء عطف ما ليس صلاحا ليستقر أنه صلاح. تختص الفاء بعطف ما لا يصلح أن يكون صلة لخلوه على الرابط الذي يستحق أن يكون صلة لوجود رابط فيه. وعكسه تقول الذي يسافر فيغضب أخوك علي، جملة يسافر تصلح أن تكون صلة، فيها ضمير عائد على الذي. يغضب أخوك جملة لا تصلح لأنه ليس فيها رابط يعيدها إلى الذي. المختص هنا بالعطف الفاء، لا تقول الذي يسافر ويغضب أخوك لا يقالها، أو ثم يغضب أخوك. وعكسه تقول الذي يغضب أخوك فيسافر هو سعيد، جملة فيسافر هو تصلح أن تكون صحيح فيها ضمير الذي، ويغضب أخوك لا تصلح. عكسنا كذلك يختص الفاء بعطف ما لا يصلح أن يكون خبرا لخلوه على الرابط على الذي يصلح أن يكون خبرا. قال وإنسان عيني يحشر الماء تارة فيبدو وتارات يجم فيغرق. وإنسان عيني مبتدأ، يحشر الماء تارة لا تصلح أن تكون خبرا ليس فيها رابط يعود على إنسان عيني فيبدو تصلح. وعكسه تقول زيد يحضر فيسافر عمر، جملة يحضر تصلح فيها ضمير رابط. وكذلك تختص الفاء بعطف ما لا يصلح أن يكون نعتا لخلوه عن ضمير منعوت على الذي يصلح. تقول مررت برجل يضحك فتبكيه هند، يضحك تصلح أن تكون صفة فيها ضمير على الأول. ونعت بجملة منكرة فوطيت ماطية الخبر، أين هذا؟ سبق درسنا. نعم كذلك تستطيع تقول مررت برجل تبكي هند فيضحك، يضحك تصلح. عكست وكذلك تدص الفاء بعطف ما لا يصلح أن يكون حالا لخلوه عن ضمير صاحب الحال على الذي يصلح. تقول جاء زيد ينام فيستيقظ عمرو، ينام تصلح. أو جاء زيد يستيقظ عمرو فينام، المجموع ثمان جمل. أبوي تستطيع أن تختصرها، تقول الصلة والوصف النعت والخبر والحال. كذلك يقال عن الفاء أنها تختص بعطف الجمل، وكثيرا ما تقضي تسببا، سرق فقطع تخلف فحرم. أنا قلت أخص بفاء عطف ما ليس صلاح إلا يستقر أنه الصلة.